بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. اليوم السبت 13 أذار سنة 2021، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل. أنا موجود في قرية بيت جن الجارة في بيت العم الشيخ أبو محمد سلمان محمد طافش ابن قرية بيت جن، عمره 78 سنة. نتمنى له العمر الطويل والصحة، بدي أسمع منه القصة عن امرؤ القيس والسموال. تفضل عمي. من امرؤ القيس لحق القيس، جاء القيصر بده يقتله، اخذ السلاح تبعه والمال اللي بخاف عليه وانهزم، راح عند سموال ابن عادي. نعم. اودع الامانه عنده وانهزم راح. عاد اجى القيصر طلب الامانه، رفض سموال يعطيها. اي نعم، معليش، امرؤ القيس معروف كشاعر عربي. وسموال بن عاديه رجل يهودي. نعم. كان ابن سموال في صيد القناص، لما رجع مسكوه القياص وعيطوا للسموال، قالوا له اذا بتسلمش الامانه بنذبح ابنك. رفض يعطيهم الامانه، وعنده قصر محصن ما بقدروش يطولوه. ذبحوا له ابنه ويتفرج عليهم، ساعتها بقول بيت شعر السموال. نعم، معليش، يعني المقصود انه السموال ابن عاديه ما سلمش الامانه ودفع ثمنه انه خسر ابنه. صح. ومن يومتها ضرب المثل عند العرب، اوفى من السموال. كل انسان بيحمي بيحفظ الامانه، بيحفظ الامانه بيرد بس لصاحبها وبيدفع الثمن مهما كان غالي. وفي هاي الحالة السموال خسر ابنه. أي نعم، تفضل. بقول بيت شعر السموال لما ذبحوا له ابنه، بقول: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما ذمني أقوام وفيت، وصالي عاديا يوما بأن لا تهدم يا سموء ما بنيت، بنى لي عاديا حصنا حصينا وماء كل ما شئت استقيت. عظيم، يسلم الله حفظك. وصارت هاي قصة عند العرب أوفى من السموء، يضرب المثل فيها. يضرب المثل فيه. تسلم. شيء شلل كثير. يسلم الله حفظك. آمين. شكراً، ونلتقي إن شاء الله في يوم ثاني في محل ثاني.